يا زميلي مهند وتحياتي لضيوفك الكرام. إذا الأهلي يخرج بفوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف على أرضه ووسط جماهيره، يعني يخرج الأهلي منتصرا من هذه المواجهة، ولكنه يعني ليس الانتصار المطمئن بشكل كبير لفريق الأهلي. اقترب أكثر من الصورة مع الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق الأهلي. وكابتن محمد، يعني نقول مبروك على الفوز، ولكن هل الفوز مطمئن من وجهة نظرك؟ الحمد لله. يعني طبعا في البدايه بمسي طبعا على الكباتن في الاستوديو. الحمد لله، يعني فوز على ملعبنا انا بقول جيد، لكن مهم جدا. انا قلت من البدايه ان 180 دقيقه بنلعب، 90 دقيقه في ملعبنا و90 دقيقه بره. كنت اتمنى ان ما نتلقاش اهداف، لكن في النهايه هي دي كره القدم، لازم نتعامل مع الـ مع الـ مع المتاح. مفيش حاجه مضمونه، يعني انا بقول فوز في ملعبنا فوز جيد، لكن مهم جدا ان احنا نركز جدا الاسبوع ده، عندنا شغل كبير جدا، عندنا استشفاء ومعالجه اخطاء غادر الفريق التونسي عشان ان شاء الله يوم الجمعه الجايه نبقى في حاله ممتازه، حاله ممتازه. في 90 دقيقه هناك مش هتبقى سهله خالص، مش هتبقى سهله. الاصابات، نطمن الجماهير على احمد فتحي والاصابه. احمد فتحي يعني شعر بالام في العضله الاماميه وطلب التغيير طبعا عشان ممكن الاصابه ما تزيدش، لان عندنا مباراه ثانيه مهمه. لكن انا برضو في نفس الوقت بحيي محمد هاني، ادى الدور بتاع زميله طبعا، وده الوحيد بس. لكن حاجات بتاعت وليد سليمان او كده كلها كدمات وحاجات عاديه، حمودي برضو كدمه عاديه ان شاء الله خلال يوم. فتحي وهشام محمد جاهزين للمباراه النهائيه باذن الله. ان شاء الله. لكن انا بس عايز اكد ان مفيش اطمئنان خالص، مش عايزين نعيش الفرحه، لان لسه احنا مفيش حاجه. احنا مجرد ان احنا لعبنا شوط اول ولسه في شوط ثاني، فمهم جدا ان احنا نبقى مركزين، وده دور الاعلام كمان ان 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 لازم نبقى محترفين لقدر كبير جدا. 3-1 نتيجة جيدة، ما هياش ممتازة، لسه المباراة فيها شغل، و90 دقيقة اللي هناك أنا بقول مهمين جدا جدا جدا. شكرا جزيلا حبيبي، شكرا.